أصدرت الحكومة قراراً بصرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة بالزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخراً. أوضحت الحكومة أنه سيتم اعتباراً من مرتب شهر مارس الحالي صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتصبح بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 من فبراير الماضي، وبحد أدنى 150 جنيه شهرياً ودون حد أقصى. وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الحالي. كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 من فبراير الماضي، وبحد أدنى 150 جنيه شهريا ودون حد أقصى. وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل في الأول من مارس الحالي. أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها قررت رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية CAA1 عند تصنيف، وإشارات موديز إلى أن هذا التغيير يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة خلال الأسبوع الماضي. وكان البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط ومواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآلية السوق. شهدت مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر افتتاح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية، ويهدف المعرض لمواجهة تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويشمل طرح السلع بأصناف كثيرة وأسعار مناسبة لأهالي القصير. وصل معرض أهلا رمضان بمدينة دمياط استقبال المواطنين، ويحتوي المعرض على جميع السلع الغذائية واليميش والمجمدات والفاكهة والخضروات والدواجن بأسعار تنافسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. يعني السلع بحق ربنا موجودة ومتوفرة، فراخ موجودة، بط موجود، لحوم موجودة، بط موجود، بيض موجود، زيت بجميع انواعه، رز، كل الحاجات بصراحه موجوده. المنتجات النهارده احنا حسينا ان في حاجات كتير متوفره ما كانتش متوفره خلال الايام اللي فاتت. دلوقتي السكر متوفر، وعندنا المكرونه نزلت، الاسعار نزلت شويه بالنسبه للزيوت والمكرونه، واحنا بنتمنى ان الاسعار تفضل يعني كده، والاسعار برضو في نزول. شهدت محافظة كفر الشيخ افتتاح 12 معرضا من معارض أهلا رمضان بمدن المحافظة، وتوفر المعارض كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، منها السكر بسعر 27 جنيه، واللحوم المستوردة بسعر 240 جنيه، واللحوم البلدي بسعر 340 جنيه. 10 معارض في 10 مراكز الرئاسية في المحافظة، مغطين المحافظة في كل السلع الأساسية والسلع الاستراتيجية، ومنها السكر والدقيق والرز، وكل حاجة متوفرة. والسكر عندنا ب 27 جنيه داخل المبادرة، والحمد لله مفيش عندنا أي مشاكل خالص، وموضوع السكر متوفر في جميع المراكز. احنا هنا عاملين عروض ان هنا السعر أقل من برة بنسبة مثلا 10 أو 15% عن السعر السائد في السوق. يعني أسعار مخفضة جدا عن الأيام اللي فاتت، وفي كل ما يلزم البيت رمضان بالظبط موجود. اول مره اجي المعرض النهارده، واشتريت مكرونه واشتريت دقيق، ولقيت السكر موجود ب 27، والحمد لله هي الاسعار نزلت كتير عن الاول، والحمد لله كل حاجه موجوده ومتاحه. شهدت مدينة مطروح افتتاح معرضين من معارض أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة تتراوح بين 25 إلى 30%. كما سيتم خلال الأيام المقبلة افتتاح معارض بمدن شرق المحافظة بالضبع والعلمين وسيدي عبد الرحمن والحمام، يعقبها افتتاح معارض بمدن غرب بالنجيلة وسيدي براني، مع الدفع بقوافل سيارات معارض أهلا رمضان إلى باقي المدن والقرى. احنا اسعارنا اللي احنا جايين بيها هنا اقل من السوق كله، وزي ما شاركنا السنه اللي فاتت بنشارك السنه دي برضو للسنه الثانيه على التوالي،
وتعرض علينا الموضوع، والموضوع لقيناه ما شاء الله يعني جميل. الحاجه نازله جدا، الرز والسكر 27 والعدد اللي احنا عايزينه، الرز نازل جدا، الزيت، البقوليات نازله، اليميش في كل حاجه نازله والله. بالنسبه للمواد الغذائيه كلها نازله والله، احنا بنحيي الدوله على المجهود ده. وفي محافظة الإسماعيلية تواصل معارض أهل رمضان تقديم عروضها المخفضة، تستهدف مبادرة أهل رمضان تخفيف العبء عن المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. النهارده ان شاء الله في مبادره اهلا رمضان من داخل محلات التجار باداره تموين مركز اسماعيليه، هم مقدمين مبادره حلوه جدا، مقدمين تخفيضات للاسعار عن مثلها في الاسواق بنسبه 25-30%. متحمل التاجر ان هو بيقدم السلعه بتمنها بتمن شرائها بتمن تكلفتها عشان المواطن يقدر يلمس التخفيض ده ويستفيد منه. النهارده بنعمل تخفيضات 30% تحت اداره المركز عشان خاطر بقى ايه مساهمه مع الاهالينا وموفرين جميع السلع وكل حاجه متاحه. عاملين الرز 22 جنيه، عاملين السكر 27، المكرونه 23، الدقيق 22، والنوع وانواع ثانيه بتبقى وانواع 21 و20، ويعني الحمد لله. ورتل الزيت عاملين كيلو الزيت الممتاز ب 60، وعاملين ال 700 ب 49 جنيه. احنا بنشكر مديريه التموين ان هي موفرنا الزيت والسكر باسعار كويسه، وكل حاجه هنا كويسه وتمام. في اسواق البترول العالميه تراجعت اسعار النفط خلال التعاملات على خلفيه زياده الامدادات من امريكا الشماليه. تراجعت العقود لاجل الخام برنت بنسبه 0.12% لتصل الى $82.86، كما انخفضت العقود لاجل الخام غرب تكساس الوسيط بنسبه 0.2% لتستقر الاسعار فوق $78.77 للبرميل. كما تراجعت اسعار المازوت عالميا بنسبه 1.3% لتصل الى $2.66 للتر. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.5% لتسجل نحو $1.79 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت أسهم الإمارات على ارتفاع مقتضي أثر الأسهم العالمية بعد أن أشار رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تبدأ في غضون أشهر. صعد مؤشر دبي بنسبة 0.4%، وجاء الانتعاش الطفيف في سوق الأسهم في دبي بعد انخفاضات قوية مطلع الأسبوع الحالي. أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن مؤشر بورصة دبي خسر نحو 2.4% خلال الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ 20 من أكتوبر الماضي. وبعد هدوء هيمن على حركة التداول طوال الجلسة تقريبا، أغلق مؤشر أبوظبي على ارتفاع بنسبة 0.1%.